طبعا زي ما انت شايف عزيزي الوضع سيء جدا، مش بس بالمطاعم، بشكل عام وضع اقتصادي. المدينة فارغة تماما من الناس، صلنا نعاني عدة أشهر من هذه المعاناة، ولكن للأسف توجهنا لكل المؤسسات الحكومية. يعني طلع طبيعة الحال، بما أنه وضع اقتصادي سيء فبطالبونا أنه ندفع ضريبة الأملاك اللي هي الأرنونة، وبطالبونا أنه ندفع على أنه إحنا نوضع طاولات وكراسي بخارج المكان. طبعا الحرب هو شيء سيء جدا، يعني ولا أي إنسان طبيعي بتمتع بحياة كريمة وشريفة بحب يشوف هذا الدمار وهذا القتل وهذا الدم. إحنا منطالب إنه جميع الحروبات تتوقف تماما، لأنه هذا بعود بس على الأضرار الجسيمة، غير الأضرار النفسية للمجتمع العربي في إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي ككل، حتى المجتمع اليهودي بعاني من وضع نفسي سيء من أجل هذا الحرب. أنا صني من أول قبل العيد أنا مسكر، الأوضاع تعباني سيء جدا، يعني الأوضاع أنا صني من العيد مسكر. وش أنا مين نشتغل؟ أنت شايف الأوضاع وشايف الحروبات وشايف الدنيا كلها، أمين. والبلدية بتطالب أرنونة، عايش في الطالب الأرنونة، عايش. شوف الأوضاع السوق، شوف عكا، عكا اليوم عكا تتهود تهويد كل يوم، والتاني عمالة تنزل. يعني نطالب من البلدية ومن نائب البلدية ومن رئيس البلدية يساعد التجار ويساعد عكا على الأوضاع الموجودة. هاي المحلات تفضل، هاي هون محلات، يعني هاي محلات القهوة وهاي محلات تفضل فاضي. زي ما انت شايف احنا للأسف احنا مش بس اقتصاديا، احنا الا معنويا تضررنا بالنسبة عالية بأوضاع الظروف اللي عم نقلطها، اللي هي الاقتصادية والسياسية الصعبة اللي أصعب فترة احنا عم نمرقها، بالذات في المدن المختلطة اللي بتتكل على التجارة والسياحة في مناطقها. احنا للأسف شايفين الوضع كل مرة عم بتدهور لورا، أصحاب المصالح كثير كثير عم بتضيج. للأسف في عنا عشرات المصالح اللي سكرت، طبعا مش بس بعكا الداخل، عكا جوا أو بعدة قرى كمان. فإحنا شايفين إنه الوضع عم بروح للأسوأ وللأعطال من ناحية الاقتصادية والسياحية. فإحنا كتجار إحنا عملنا اجتماع مصغر حتى نشوف شو بنقدر نساعد التجار من قبل المؤسسات الحكومية، شو بقدر يساعد التجار حتى تقدر تمرق هاي الأزمة.